شكري للقائمين على المجلة وأيضا القراء والمستمعين. فكرة الديوان أن نربط الديوان بالتويتر، وهذه القصيدة أسميتها هاشتاج سوري أندرسكور هلسي، أو شرط على السطر بعد سوري، هاشتاج سوري شرط على السطر هلسي. فالقصيدة أسميتها رباعيات خضريات من ديوان صواع الملك، وسأضيف أيضا على اسم الديوان جزاؤه، أي جزاؤه من وجد في رحله، لمن يعرف، أعتقد الجميع يعرف هذه الجملة، وردت في القرآن. فالقصيدة تقول، أو اسميناها رباعيات بنة وبنة. أما اسم الشاعر رمية من غير رامي. أقول القصيدة شدوا، بنة وبنة، بنتان في فنجان، قالتا أسوري أسوري سمعنا يا ترى، قالتا أسوري سمعنا يا ترى، سلفتي وسلفتك خضراوتان، قالتا أهلسي سمعنا ووعى، قالتا أهلسي سمعنا ووعى. انتهت الرباعية الأولى 4 أبيات. ثم تقول القصيدة شعيرة وشعيرة في قنينتي، شعيرة وشعيرة في قنينتي، قالتا أعم سمعنا يا ترى، قالتا أعم سمعنا يا ترى، سنبلتي أم مسكي، سنبلتي أم مسكي تختاراني، أمسك هو من أسمع الورى، أمسك هو من أسمع الورى. وهنا بالمناسبة كان المذيع هو مسك. ويجلس معي عن يميني سوري، فهنا شخصيتان، ولكن في القصيدة 4 شخصيات. فأهلسي هو ليس معنا الآن، وعمه ليس معنا الآن، ولكن بقي لنا تكملة القصيدة وهي 4 أبيات. تقول هوائي ومائي عالق في هوائي، هوائي ومائي عالق في هوائي، في أنبوبتان يمران، في أنبوبتان يمران فينفصلان، عنصران منهما أنفاسي، عنصران منهما أنفاسي، ذرتان ذرتان كلاهما اتحدان، ذرتان كلاهما اتحدان. أبدأ
ذرتان كلاهما اتحدان أبدا أبدا لن يتوقدان. عرفت ما هما الذرتان؟ الهيدروجين والأكسجين، هما أنفاسهما H2O اتحدوا فكانوا في الهواء وحملهم الهواء وتنفسنا الهواء فهم أنفاسنا. وأبدا لن يتحدان، أبدا لن يتوقدان، الماء لا يتوقد. رأيت الفكرة من القصيدة؟ رأيت الفكرة من القصيدة؟ فهذه هي الفكرة. وأما ما يخص الأبيات